السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم نايف الصنيدح. اليوم عندنا معركة حليت بالتشديد، حليت جبال حليت هذه الأروقة من قبيلة عتيبة، في تقع في منطقة الدوادمي، غرب منطقة الدوادمي تقريبا، هي بين ضرية وبين الدوادمي، تبعد عن الدوادمي حوالي 115 كيلو غربا، وشرق ضرية حوالي 120 كيلو، والمسافة من حايل إلى حليت حوالي 430 كيلو تقريبا. ذكرت هذه المعركة في مخطوطة النجم اللامع للنوادر جامع، تأليف محمد بن علي العبيد رحمه الله من أهل عنيزة. طبعا وقعت معركة تقريبا عام 1320 هجري بين الأمير عبد العزيز بن متعب الرشيد وبين قبيلة عتيبة أو بعض من قبيلة عتيبة. هنا في المخطوطة يقول الراوي مؤلف الكتاب: وقد أخبرني مرة الناهس بن الشيخ ناهس بن فاجر الذويبي رئيس حرب، يعني رئيس قبيلة حرب، فقال أننا مرة غازين مع عبد العزيز بن رشيد، مع الأمير عبد العزيز بن رشيد، فانتظروا بنا، يعني قبيلة عتيبة، ونوخوا وعقلوا، وكانوا في جبال حليت، وهي وعيرة المسالك لم تغير فيها الخيل ولا الجيش من وعورتها، فطلعت علينا رماتهم من الجبال، فما كمل لنا ساعتين حتى قتلوا منا 140 بين خيل وجيش ورجال، يعني قبيلة عتيبة قتلوا من جيش بن رشيد 140 حتى أوقفوا غارتنا، فأناخ البيرق كله بما تحته من الجند، فقام عبد العزيز المتعب بن رشيد بنفسه وأخذ الراية بيده ثم مشى بها حتى أبعدها عن الجند، فنادى: يا عبيد يا سودان، اعزلوا علي كلكم ولا يخرج منكم ولا واحد أبيض من الجند. فعزلوا وإذا هم 640 أسود من عبيد بن رشيد، يعني بما أنهم يعني يمثلون القوة الفتاكة لجيش بن رشيد أو الانتحاريين في الوقت الحالي يعني. فحمل الراية، أي بن رشيد حمل الراية بنفسه وأخذها يهزها ويشجعهم، وكل منهم يطلبها، فلم يدفعها لأحد منهم، فحمل البندق على أمتانه معلقة بعلاقتها وتجند الفرد وأخذ الراية بشماله وامتشق سيفه بيمينه، فقام بينهم كأنه خطيب وهو يقول: العيال، اليوم يومكم يا عيال السودان، حتى فاح فائحهم، ثم أعطاهم التعليم التالي بأن قال لهم: تراه مركاض واحد لين نذبح البواردية وهم في الجبال. طبعا هم قبيلة عتيبة متحصنين بالجبال، ودائما المدافع يكون متحصن وأقوى من المهاجم، وهم في الجبال، فركض هو الأول أمامهم ثم كروا معه، فانتشروا عن يمينه وشماله. قال: فلم يمكث نصف ساعة وفيهم من هو في مكانه إما مقتول أو هارب، يعني قتلوا ابن رشيد، قتل المحاربين اللي أمامه من قبيلة عتيبة اللي هم في المتاريس أو في الخنادق، وكانت هذه أرجوزته وهو يركض على المتاريس يقول: يا أبو خديد فيه رقوش، إلى ذلينا من يهوش، يا أبو خديد فيه رقوش، لا ذلينا من يهوش، فأومى للغارة أن تندلع علينا. قال: فأغرنا وأخذناهم ولم يسلم منهم أحد، وكانت حملاته لا تطاق. هذه معركة حليت مذكورة في مخطوطة النجم اللامع للنوادر جامع، صفحة 266 وصفحة 267.